طيب يلا بينا بقى نعمل المشروب بتاعنا اللي هو عبارة عن ايه. احنا قلنا مقادير ونقولها تاني. عندنا كوبايتين من التمر الطري منزوع النوى، وضروري نخلي بالنا علشان الخلاط. عندنا كمان لتر لبن سخن جدا. عندنا معلقتين من العسل الابيض، ونقدر لو ما عندناش عسل ابيض ان احنا نحط معلقتين سكر، معلقة صغيرة من القرفة البودر. طيب احنا قلنا على الفطار ضروري ان احنا نشرب لبن وناكل تمر، لان الحاجات دي مفيدة جدا ومغذية وبتعوضنا عن حاجات كتير احنا افتقدناها اثناء الصيام. فاحنا عملنا العصير ده مميز جدا، وكمان معاه عسل ابيض عشان كده قيمته الغذائية كمان عالية. وهنحط قرفة، والقرفة كمان بتدي طعم حلو قوي ومن الحاجات اللطيفة جدا. طري منزوع النوى حطيناه في لبن سخن جدا علشان يساعد ان هو يطرى اكتر وبسرعة، بس الافضل انك انت تقومي الصبح تعمليه وتنقعيه لغاية قبل الفطار بشوية، وبعدين تبتدي تخلطيه في الخلاط تفرميه. يفضل كمان انك انت ما تحطيهوش في التلاجة، المعدة بتبقى فاضية وسخنة مش محتاجة ان احنا ندخل لها حاجة ساقعة تضرها. تمام، ياريت نشرب المشروبات بدرجة الحرارة الطبيعية، بلاش الحاجات المتلجة لانها بتأذي المعدة. وحطيت هنا العسل. الناس اللي مش عايزة تحط ولا عسل ولا سكر مفيش مشكلة، لان التمر بطبيعته مسكر، وكمان اللبن برضو ما بيحتاجش سكر كتير. ونحط معلقة صغيرة من القرفة، ويلا بينا نخلط المكونات دي كويس قوي مع بعض. بسم الله. لما اتاكد خلاص انه اتفرم كويس جدا وكله اختلط مع بعضه، هنبتدي نصفيه. لازم يتصفى، لان البلح بيبقى فيه القشور بتاعته دي مهما حصل هي ما بتتفرمش كويس، وده بيخلينا ممكن يشرقنا واحنا بنشرب العصير. فيفضل انك انت تصفيه كويس قوي. ومعلقة كده علشان نسلك المصفى فتنزل كل العصير. عصير سهل جدا هيتعمل برضو معاكي بسهولة. على فكرة يا جماعة والله يعني كل الوصفات هي سهلة، بس التنظيم في الوقت والتنظيم في الأولويات، يعني أعمل إيه الأول وأعمله إمتى. زي ما قلنا الفراخ هنقوم الصبح هنتبلها، وبعد كده هنجهز الخضار للرز بتاعنا، ونجهز حاجتنا ونسيبها على التسوية. نفضل بقى من الصبح لغاية قبل المغرب بساعة أو ساعتين، يعني فاضيين نقرأ قرآن نصلي، يعني نعمل حاجات تانية أكيد هتكون أفيد لينا. وقبل المغرب هدخل المطبخ أخلص الحاجة بتاعتي اللي أنا مجهزاها، مش تاخد مني أي وقت ولا مجهود إن شاء الله. شايفين العصير اتصفى، لونه حلو وريحته حلوة قوي، مفيد جدا ومغذي جدا. وبصوا القشور دي بتبقى صعبة خصوصا في الشرب، لانها احيانا بتخلينا نشرق ما نقدرش ان احنا نكمل. انا هكتفي بكده واسيبها بقى ايه تصفي هنا، وبعدين هجيب بقى الدورق وافضي فيه العصير. لونه حلو قوي، بسم الله. وناخد بالنا كويس بلاش المشروبات المتلجة. عملنا المشروب هو بارد بس مش متلج، تمام، علشان ما نأذيش معدتنا. نجيب بقى الكاسات عشان نصب. بسم الله الرحمن الرحيم.
قوام حلو جدا، المقدار مظبوط بالظبط. العسل او اضافه العسل او السكر دي على حسب راحتك، تقدر تضيفي او ما تضيفيش كمان. تمام جدا، ودي العصير بتاع النهارده. يا رب بألف هنا.